روحوا جيبوا هالواطي. أمرك أغا. مرحبا. أهلين. طلعتي لحسابي؟ إيه أستاذ، حسابك جاهز. شكرا. تكرم عينك. خذ حبيبي. ليكم جاي لهون. اوعى تتحرك. شوفي مين انت. مشي معنا. لك مشي ولا تعرضنا. لا تحكي وامشي معنا. لك يلا ولا يلا اطلع. رح يصير المساء ولسه ما لقينا شيء. فكر بواحد مجروح وبيهمه حياته، ما بيترك اثر بشي محل؟ سيدي هون تحت في محل مثل المخبأ، فتشنا فيه من قبل، في حدا عم يتخبى فيه، بس ما عرفنا مين بيكون. سيدي امشوا لنشوف بركي منلاقي شي اثر. يا آغا بس خليني أعيش، ما عاد بدي مصاري، ما بدي مصاري ولا شيء، بس خليني أعيش. يا واطي يا عديم الشرف، فكوه خلوه ينقلع قبل ما أقبروه هون. شكرا. وقف، وين رايح بدون مصاريك؟ مصاري؟ ايه المصاري. فكرني ضربتك مشان المصاري؟ ضربتك لانك عديم الشرف. برافو، تتحمل، تتحمل العصي، تستحق تاخذ هالمصاري. واذا حدا سألك بتقول كله بحقه. باكل قتل وبعمل اي شيء تاني. يلا هلا نقلع، ولا بقى تخليني اشوفك. وسخ. اخلعوا. يا مصور. نعم سيدي. صور هدول. أمرك سيدي. بعتوهن على المخبر حتى يقارنوهن بزمرة دم عكاش. هذا دم عكاش، على قد ما نشف لي دمي صرت بعرفه منيح. مزبوط، بس مع هيك بعتوهن. ابني أعطيني ملف الأدلة. أمرك حضرة الرقيب. في أثر قدم هون. تشبه أثار جزمة. شو نوع هالجزمة؟ ما كتير واضحة، بس على الأغلب نعلها مطاط. ابني توقان. نعم حضرة الرقيب. شوف شغلك. حاضر فورا. أنت
في اثنين على راس الشغل، واحد منهم مرة بس عن 10 زلم. ما بيمشي. شوفها بالأول بعدين احكي. والتاني؟ التاني مو من هون، بيكون شريكة إيطالي بيأمننا الشغل برا. وبعدين؟ وبعدين سلامتك. أنت بس قول إيه. قول. بس عندي شرط. شو هو؟ لازم اتعرف على الجماعة. تتعرف؟ وهنن يتعرفوا علي. شو خطر لك؟ ما بتوثق فيني؟ لا عيني، انت ما دخلك. معقول ما اثق فيك؟ بس بخاف بشي يوم يخاوزوا ويجي على بالهم يتلاعبوا معنا. حابب وقتها خليهم يعرفوا مع مين عم يتعاملوا. فهمت؟ فهمت. حاكيهم وبدبر لقاء. أهلين يا أخي. أهلين فيك. السلام عليكم. وهي حضرة جناب حمانة شرف. أهلين يا أخي، شرفت. مرحبا. أهلا وسهلا يا أخي. شوف تأمر يا أخي. هات قهوة سادة لنشوف. على رأسي. الله معك يا أغا، مع السلامة. حسن تعال هون. مور أغا. هذا الرجال اللي مع حقي أغا مو عثمان المهرب ابن حمدي الأعرج؟ مزبوط أغا، طلع جديد من الحبس وهلأ هو وحقي صحبة كتير بهالأيام. طيب روح لشوف. أمرك يا أغا. شو ما خلص شغلنا؟ بقيان شوي سيدي، الجبصين رح ينشف. أعطيني سيجارة. سيدي يمكن رح تستغرب، هي أول مرة بزعل على العكاش، بتعرف؟ ليش؟ حاول كتير إنه ما يموت بس ما زبطت. ما بتعرف يا أندار، بلكي حاول كتير إنه يموت. قربتي